السلام عليكم. اول حاجه كنشكر مجله لاله مولاتي على الحضور ديالها، ولا كاع الناس اللي حضروا معايا وفرحوا معايا في هذا النهار، شكرا لكم كاملين بزاف. كنشكر مجله لاله مولاتي على الحضور ديالهم لحفل زفاف كوثر، وبغيت نقول لها من هذا المنبر مبروك عليك. ان شاء الله كل شهر ديري لنا حفل زفاف بحال هكا وتجمعينا ونكونوا فرحانين معاك. انا اي مناسبه كتلقاوني حاضره ناضره، ما تخافوش عليها. لا كوثر صديقه ديالي وعزيزه عليا، والله يكمل عليها بالخير. السلام عليكم، معكم وفاء. كنشكر لاله مولاتي على الحضور ديالها في النهار ديال كوثر هذا اللي كاملين فرحنا معاها وحتى نتوما فرحتوا معنا، وكنشكر اكيد كوثر على الدعوه ديالها لينا اللي مش حال ديحنا كنتسناوها. كوثر صاحبتي وعزيزه عليا، وكنت معنا واحد العلاقه زوينه، كنقول الله يكمل عليك بالخير وان شاء الله تبقى العلاقه ديما زوينه انت ومحسن والصبر. هادشي اللي بغي نقولها، انها تكون زعما تكون الثقه وتكون الصبر باش العلاقه ديالهم تكون ديما زوينه. لا الثقه ضروري من الثقه، الا ما كانتش الثقه ما كاين والو. انا نقول لك محسن يستاهل الثقه ديالها لانه كيحماق عليها. ما تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لاله مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.